أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أحبة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمعرفة التاريخ وحقائق التاريخ علينا أن نفصل النية لله سبحانه وتعالى، وأن نتوجه توجه حقيقي لله سبحانه وتعالى، وعلينا قراءة التاريخ قراءة بتمعن، لأن هناك الكثير من الحقائق قد زيفت في التاريخ. ماذا يقول الإمام الصادق؟ يقول الإمام الصادق أن أمرنا أبين من الشمس وأوضح وأجلى مصداق في عصرنا هذا وفي العصر السابق هو قضية الإمام الحسين عليه السلام. فقضية الإمام الحسين أبين من الشمس، واضحة للعيان. ماذا فعل الإمام الحسين؟ نتكلم عن نقاط الالتقاء أو نقاط الاقتراب بينه وبين الإمام المهدي عليه السلام. النقطة الأولى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالإمام الحسين عليه السلام خرج ضد فرعون زمانه وهو يزيد، الذي هو كان قاتل نفس المحترمة، منتهك للحرمات، وقد ألقى الحجة تامة على بني سفيان في المدينة وفي مكة. عندما جاء من المدينة إلى مكة الإمام الحسين ألقى الحجة على الجميع، وأثناء مسير الإمام الحسين خطب أكثر من 10 خطب في الطريق، ولكنها لم تصل إلينا، لم تصل هذه الخطبة التي خطبها الإمام الحسين. أيضا الإمام المهدي عليه السلام أيضا يرسل النفس الزكية أو اليماني لإلقاء الحجة على الناس. ماذا تفعل الناس؟ لا يسمعون، صم بكم فهم لا يعقلون. بعدها يخرج الإمام المهدي وشعاره أمت أمت، معناها أقتل أقتل، يقتل الكفرة، يقتل الفسقة أمثال يزيد وأتباع يزيد. الأمر الثاني، قلة الناصر. فالإمام الحسين عليه السلام قل ناصروه وكثر واتروه، 73 شخص ضد 33,000، قياس مع الفارق، فارق كبير جدا. كذلك الإمام المهدي عليه السلام عندما يخرج أيضا قلة الناصر، كل يتأول عليه القرآن، كل يدعي عليه أمور ما أنزل الله بها من سلطان. ارجع يا ابن فاطمة من حيث أتيت. ماذا يفعلون؟ من الذي يتأول عليه القرآن؟ مثل ما حصل مع الإمام الحسين، من الذي أفتى بقتال الحسين وقتله؟ شريح القاضي، من أئمة الضلال شريح القاضي أفتى بقتل الإمام الحسين، لأنه خارجي، خرج على إمام زمانه يزيد. كذلك الإمام المهدي ماذا يفعلون؟ يتأولون عليه القرآن. يا هم المتسلطين على الدين، الأئمة الضالين المزيفين، ماذا يقول الرسول؟ أخوف ما أخاف على أمتي أئمة مضلون، أئمة مضلين، أخاف على أمتي من هؤلاء الأئمة، لأن يضلون الناس ويحرفون عن طريق الحق. الأمر الثاني، إلقاء الحجة. فالإمام الحسين عليه السلام ألقى الحجة على الجميع من خلال كلامه، من خلال خطبه، حتى في المعسكر قبل القتال ألقى عليهم الحجة، لأنه بكى الإمام الحسين، بكى. قال له يا ابن رسول الله لماذا تبكي؟ قال أبكي لأنه سيدخل هؤلاء النار بسببي. ذهب ألقى الحجة عليهم وخاطب ابن خطبة، خطبته المعروفة، ولكن لا تجد أذان صاغية. أيضا الإمام المهدي يلقي الحجة على الجميع ويرسل أصحابه ويرسل أعوانه لكي يلقي الحجة على الناس، ولكن لا ناصر ولا معين. أيضا قلة الناصر في زمن الإمام الحسين وأيضا في زمن الإمام المهدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.